أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فلما ذكر الله تبارك وتعالى القصة العبرة التي أرادها الله جل وعلا من الاستسلام لقدر الله عز وجل وأن الجهاد ليس سببا للموت وإنما الموت له الموت أمر قدره الله عز وجل على عباده وندب عباده إلى بذل النفس والمال في سبيل الله عز وجل شرع الله عز وجل يبين قصة كذلك قصة أخرى من قصص بني إسرائيل. وبنو إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا غير مرة. وبنو إسرائيل كانوا قوم عناد وقوم بفت وقوم يعني لجاجة لجاجة هي شدة الخصومة. فكان لا ينفع معهم أحد إلا الأنبياء يعني لا يقودهم إلا الأنبياء. ولذلك ثبت عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ومعنى تسوسهم الأنبياء السياسة تعني أمرين تعني إدارة أمور الناس بالوحي المنزل من السماء وهذا هو يعني الوظيفة الأساس للنبوة. فتسوسهم الأنبياء بمعنى أنهم يديرون شؤون الناس وفقا للوحي المنزل من السماء وهذه هي السياسة الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها الملوك والحكام. ولذلك الخلافة تعني ذلك الخلافة في الإسلام تعني هذا تعني سياسة الدنيا بالدين يعني سياسة أمور الناس بالوحي بالأحكام التي فرضها الله عز وجل وأنزلها الله جل وعلا لأن المنهج الرباني المتمثل في شريعة الله عز وجل وفي أحكام الإسلام منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. إذا من بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه كانت الأنبياء تطرى على بني إسرائيل إذا كلما هلك نبي جاءهم نبي آخر. وطبعا ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل كما في بأنهم يعني أفسدوا في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل كما ذكر في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هم غيروا بعد موسى صلى الله عليه وسلم غيروا التوحيد وغيروا الدين والشريعة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم حتى في زمن النبي صلى الله وسلامه عليه يعني حين جاءوا بيهوديين زانية فحمموهم يعني دهنوهم بالسواد وطافوا بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل هكذا تجدون حكم الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع أحدهم إصبعه على الموضع الذي فيه على الآية التي فيها رجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان موجودا وحاضرا. قال يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فليرفع إصبعه.
فإذا يعني فإذا فيها يعني حكم الرجم في التوراة أنه الزنا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا لما كثر الزنا في أشرافنا يعني سيكثر القتل فيهم، فبدل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أخذوه. وهذا حال كثير من الشعوب الآن، يعني ممكن واحد يعني يقبض عليه مثلا لأنه مثلا اغتصب علب مثلا يعني علبة شوكولاتة صغيرة جدا لابنه الصغير مثلا، ويحكم عليه بالسجن. وناس بتسرق مليارات ونحو ذلك، هم على نمط بني إسرائيل. لذلك يعني صعب جدا يعني أن يتغير واقع الناس، لأن التغيير له 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 سنن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الناس أن يغير الله عز وجل لهم واقعهم إلى الخير، فلابد أن يتغير الناس واقعهم إلى 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 الخير. لكن لا يتغيرون، يبقى السنن تجري عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد بأن الله جل وعلا سلط على بني إسرائيل أعداءهم بسبب معاصيهم، وبسبب عنادهم مع أنبيائهم وخروجهم عن شريعة الله عز وجل، فطردوهم من بلادهم، واستلبوا منهم يعني وأسروا أبناءهم، نعم، واستلبوا منهم بعض ما بأيديهم. فلذلك جاءت هذه القصة التي أرادها الله عز وجل أن تكون يعني هداية وعبرة لهذه الأمة، ولذلك أنزلها الله عز وجل في كتابه الكريم، لذلك دونها الله جل وعلا في كتابه الكريم لما فيها من العبرة والهداية والفكرة. قال جل وعلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. واتفقنا على أنك حين ترى ألم ترى، يبقى هذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في زمان موسى صلوات الله وسلامه عليه. بين النبي وبين موسى كم؟ 1000 عام، لأن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى 600 عام، نعم، كما ثبت في الصحيح، وبينه وبين موسى 1000 عام. إذن العلم هنا، إذن ألم ترى هنا معنى أن الرؤية هنا معنى البصرية ولا العلم؟ يعني ألم يأتيك علم هذا؟ يبقى الرؤية هنا معنى العلم، لكن عبر الله عز وجل عنها بمعنى بالرؤية للدلالة على أن هذا على أن هذه قصة حقيقة واقعة، وأن العلم بها يقيني، كما لو رأيت الأشياء. إذا قال جل وعلا ألم ترى، إذن حين ترى ألم ترى هذه، وسياق الآيات يدل على أن الرؤية ليست بصرية، نعم، فهذا يدل على أن المقصود بذلك هو تأكيد العلم بهذه القصة وتأكيد يعني وقوعه. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ مأخوذة، الملأ هم مأخوذ من ملء الإناء، بمعنى إيه؟ إذا لم يوجد في الإناء شيء، فاستعمل هذا اللفظ، استعملوه في الإطلاق في إطلاقه على وجهاء الناس وعلى أشراف الناس، لأنهم لا يرون أحدا غيرهم. ولذلك دائما تجد قضية الملأ، دائما الملأ في جانب، والرسالة والنبوات في جانب آخر، لأن الملأ هؤلاء مصالحهم بتتعارض مع الدين والشريعة، لأن الدين والشريعة جاء لإحقاق الحق وإيصال الحقوق للناس وإقامة العدل بين الناس. وقضية الملأ تقوم على ماذا؟ قضية الملأ تقوم على السادة والعبيد، والسادة لهم الحقوق والعبيد ليس لهم حقوق. فلذلك دائما تجد الصراع بين الملأ وبين الأنبياء والمرسلين والصالحين،
دائما. ليه؟ لان سلطان الشريعه بيزيل سلطان الباطل، فلذلك دائما تجدهم في الصف المناول للشريعه. ولما سال هرقل ابا سفيان ايتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم، قال بل يتبعه ضعفاؤهم، لم يتبع اشراف الناس الا الا الا, إلا القليل عليه الصلاه والسلام، ولا غالب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الضعفاء، هو الضعفاء هم اتباع الانبياء صلوات الله وسلامه، لان هؤلاء يعني يبحثون عن العدل ويبحثون عن عن حقوقهم وعن يعني اقامه الصلاح بين الناس، ولذلك يتبعون الانبياء. اما الملأ لا، لهم قضيه اخرى، هم يقومون على مص دماء الناس وعلى تقسيم الناس الى ساده والى شعوب، والساده لهم الحقوق هم الملأ، والناس وغير الملأ هم العبيد. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، اذا بنو من بعد موسى، من بعد موسى، هذه القصه لم تكن في زمان موسى صلى الله عليه وسلم، من بعد موسى، من بعد زمان موسى صلى الله عليه وسلم. لماذا من بعد موسى؟ لان طبعا من بعد موسى هذه القصه وقعت هكذا، وهذا يدلك على ان في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يفرض الجهاد، الجهاد لم يفرض في زمن موسى صلى الله عليه وسلم. هل جاهد موسى فرعون؟ لا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، فقط أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ودعا موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون فأهلك، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. القصة إذا تولى الله جل وعلا إهلاك فرعون، نعم، ولم يكن هناك جهاد في زمن موسى، إذا القصة دي كانت من بعد إيه؟ من بعد موسى. والكلام ده بيعمل إيه؟ الكلام ده معناه طيب وكان في جهاد في زمن نوح؟ طيب هات كده تابع مواكب الرسالات ويعني والنبوات من زمن نوح صلوات الله وسلامه عليه، ثم هود، ثم صالح في ثمود، نعم، ثم بعد ذلك يعني شعيب مدين، ولوط صلوات الله وسلامه عليه، والخليل صلوات ربي وسلامه عليه، الى زمن موسى. هل حدث ذكر الله جل وعلا ان نوح يعني جاهد قومه، ولا هود ولا صالح ولا شعيب ولا ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا كله، وطبعا الانبياء كلهم كما تعلمون كلهم كانوا على الاسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا يبطل المقولة، إذن الإسلام كان من عهد نوح صلى الله عليه وسلم إلى بعد زمان موسى، هذا هنا أول فرض الجهاد، لم يكن هناك جهاد. والمقولة التي تقول الله الإسلام الذي تدين به انتشر بالسيف، طيب هو كان من زمن نوح صلوات الله وسلامه عليه إلى زمن موسى لم يكن صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لم يكن هناك جهاد، لم يكن هناك جهاد. إذن هذا يبطل هذه المقولة أن الإسلام انتشر بالقهر، لأن الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبريدة نعم فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن لم يجيبوك فادعوهم إلى الجزية، فإن لم يقبلوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني هو الجزية إذا لم تقبل الإسلام فاقبل الجزية وهتعيش لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين، وسيقوم جيوش المسلمين بحمايتك في مقابل الجزية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم يقبل لا الإسلام ولا الجزية يبقى لم يبقى إلا قتال. إذا لم يكن هناك قتال من عهد نوح صلى الله عليه وسلم إلى زمان موسى، وهذا أول فرض القتال هنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وهذا معناه أنه لم يكن هناك إيه؟
لم يكن هناك فيهم في ذاك الزمان ملك. طيب ما الفرق بين النبي وبين الملك؟ طبعا النبي بيقود الناس بالشريعة ويعلمهم الوحي المنزل من السماء، تمام. مين اللي بينفذ ويقوم على أمور الناس؟ النبي ولا الملك؟ الملك هو الذي يقوم بتنظيم شؤون الوعي، بيقوم بتنظيم شؤون الوعي. طبعا الملك هو اللي بيباشر التنفيذ، هو اللي بيتعرض لإيه؟ بيتعرض للوم الناس. فالأنبياء لا يباشرون تنفيذ المهام والأمور بين الناس، فقط الأنبياء يوجهون الناس، والملوك بتعمل بما يوجهه به الأنبياء، حتى لا يوجه اللوم إلى، لأن الذي يقوم على تنفيذ أمور الناس دايما بيتعرض لماذا؟ بيتعرض لللوم والتأليل. فحتى تصان مقام النبوة عن هذا، فكان في فهناك الملك الذي ينفذ الأمور بينه. وذلك قالوا إيه؟ إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طلبوا منه أن يدعو الله جل وعلا أن يعني يقيم بينهم ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن سألوا الملأ، هم اللي هم قادة بني إسرائيل وجهاء الناس، هم اللي جاءوا يعني لماذا؟ لأنهم تعرضوا إلى الإذلال وإلى الطرد من ديارهم، وأسرت كذلك أبناؤهم. نقاتل في سبيل الله معناه نقاتل لإعلاء كلمة الله ولنشر التوحيد، وهذا معنى القتال في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين، سئل الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال هل عسيتم، هنا يعني رد عليهم نبيهم. طبعا ما اسم هذا النبي؟ هم يقولون هو يوشع بن نون أو هو شمعون أو غيره. طبعا يعني هنا القرآن أغفل اسم النبي، لأن كما ذكرنا القرآن لا يشخص القصص بزمان أو بأشخاص أو بأماكن، لأن العبرة من القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا المقصود قصص، إذا القرآن ينص فقط على موطن العبرة، لا يعنينا كثيرا من هذا النبي ولا المكان الذي كان فيه هؤلاء. الذي يعنينا هو القصة، وكذلك قصص القرآن، العبرة والهداية من ذلك. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني قد يفرض عليكم القتال. قال هل عسيتم، وعسى في اللغة للرجاء، يعني أنا عسى من أفعال عسى وخلولق وأنشأ، وهذه كلها من أفعال يعني الشروع والرجاء. قال هل عسيتم إن كتب عليكم يعني فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني ممكن يعني يفرض عليكم القتال، لأن معلوم عنهم أنهم كانوا قوم بهت وعناد، وكم عانى منهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. يعني واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وهم يسمعون كلام الله، كما قال جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويسمع كلام الله ويكلم موسى صلى الله عليه وسلم ويحرف كلام الله، ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وطبعا تعلمون كم أمرهم الله عز وجل بدخول قرية، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما يخرجوا احنا ندخل، ما في فايده من الله.
ولذلك عقبهم الله جل قال فإنها في آخر القصة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في الآخر قالوا إيه؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدوا. الله أكبر. فاذهب أنت وربك فقاتل معهم إنها هنا قاعدوا. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وما قصة عبادتي وقصة عبادتهم العجل عنكم ببعيد. يعني قال وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم ولائي على أثري لخلفهم وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قوم غضبان آسيا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أنا خرجت منكم قريبا حتى يعني آتيكم بالتوراة أفطال عليكم العهد أم أردتم أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فاعتذروا له اعتذارا بيضا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. هم تحرجوا من إيه؟ تحرجوا من زينة فرعون اللي هم أخذوها دي. قالوا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسد الله خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني هم تحرجوا من الذهب بتاع بني إسرائيل الذهب فرعون فقالوا لا ها؟ وبعدين صنعوا من هذا الذهب عجلا عبدوه من دون الله. ولذلك ابن عمر قال أوتى لما كان الشيعة ما كان هؤلاء أهل الكوفة يسألون ابن عمر عن دم البرغوث هو نجس ولا غير نجس؟ قال وعجبا يا من هؤلاء يسألوني عن دم البرغوث وهم سفكوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه وبيسألوه عن دم البرغوث وفيه وهو نجس دم البرغوث ولا مش نجس؟ يعني والله شر البلية ما أيام يضحك والله. قال هل عسيتم إن كتب إذا نبيهم يعرفهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لا نحن مش نقاتل في سبيل الله. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله نحن هنقاتل يعني كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ده احنا أصابنا الذل وأصابنا يعني أعداؤنا استولوا على ديارنا. نعم. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب أخرجوا من ديارهم يا مفهوم لكن كيف أخرجوا من أبنائهم؟ أسرت أبنائهم أعداؤهم أسروا أبنائهم. إذن هذا القول من نبيه ماذا كان فيه؟ يريد أن يأخذ عليهم الميثاق إذا كتب عليهم ذلك أن يقاتلوا. فقال لهم لا تسألوا هذا فقد يكتب عليكم تفاضوا ولا تفعلوا. فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. قالوا وما لنا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال كتب معنى إيه؟ بمعنى فرض كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وكما قال جل وعلا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلما كتب عليهم القتال فرض عليهم القتال نتيجة هم سألوا ذلك. تولوا إلا قليلا منهم. يعني المسألة هنا تولوا إلا قليلا منهم يعني القليل ده أقل من إيه؟ أقل من نصف. يعني أكثر من نصف الناس رجعوا. فلما كتب عليهم القتال فلما هذه حينية يعني حين كتب عليهم القتال تولوا يعني أعرضوا وتركوا. تولوا إلا قليلا منهم إلا القليل. إذن ثبت منهم إيه؟ ثبت منهم إذن كان منهم قليل كانوا مؤمنين ومصدقين بالوحي وهي بالرسالات. تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طبعا هنا ختم الله جل وعلا القصة والله عليم بالظالمين. هؤلاء لأن هؤلاء ظلموا أنفسهم أولا هم سألوا القتال
فلما جاءهم الأمر من الله جل وعلا فرض عليهم تركوا أمر الله جل وعلا وترك أوامر الله سبحانه وتعالى والخروج عنها من أعظم الظلم للنفس. ثانيا أنهم ارتضوا بالذل والهوان، رضوا بأن يسلبهم أعداؤهم بلادهم، ورضوا بهوان أسر أبنائهم. ولذلك قال الله جل وعلا يعني معلقا على توليهم حين كتب عليهم القتال والكلام ده توجيه لهذه الأمة، إياكم أن يفرض عليكم أحكام من الله جل وعلا ثم تتولوا عنها وتتركوها، لأنكم في هذه الحالة ستكونوا من الظالمين، وهذا من الإفساد في الأرض. لذلك قال جل وعلا والله عليم بالظالمين، بهؤلاء المجرمين الذين سألوا القتال فلما كتب عليهم قتل تركوا القتال وارتضوا بالذل والهوان. وكما والأمر كما قال القائل ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. طيب وقال لهم نبيهم، طبعا أكثر الناس بيعملوا إيه؟ انصرفوا تولوا وعرضوا عن أمر الله جل وعلا، وهم الذين سألوا أولا قتال، وهذا بالعجب، وهذا من العجب أنهم سألوا القتال ثم تولوا بعد ذلك، أغلب الناس تولى وبقي منهم القليل. فطبعا القليل بقى هنا يخاطب النبيهم القليل ده، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم سألوا إيه؟ إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحن نريد الملك ونحن نقاتل معه ونأتمر بأمره وهو الذي يقودنا في القتال. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب شوف هنا، انظر هنا سياق إخبار النبي لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم أولا سألوا الملك، ها ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، يعني يدعو الله جل وعلا أن يعني يقيم بيننا ملكا. فقال لهم إن الله، إن استعمل النبي إن التي هي من المؤكدات والاستفاء، إن الله قد بعث، إن المهمة دي التي كلف فيها طالوت لم تكن من النبي وإنما كانت من الله سبحانه وتعالى. طب كيف الوحي نزل لهذا النبي؟ قل لطالوت هو طالوت اللي هيمسك. إذا الاختيار لم يكن من إيه؟ من النبي. إذا النبي هنا أخبرهم بأن اختيار طالوت ليس اختيارا بشريا، حتى النبي لم يكن له دور في هذا الاختيار، وإنما كان اختيارا من الله عز وجل. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وطالوت كان رجلا منهم من عمتهم، لم يكن من كبيرهم ولا من أشرافهم، ولم يكن كذلك يعني كما سيأتي من بيت الملوك، رجل من عامة الناس من غبراء الناس. لكن قال له من اللي بعث الملك؟ الله سبحانه وتعالى. وكان ينبغي لهم حين يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يعملوا إيه؟ ماذا يفعلون؟ يسلم اختيار الله جل وعلا. إذن اختيار طالوت لم يكن اختيارا بشريا، وإنما كان من الله، وحي من الله جل وعلا. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، المفروض التسليم. ولذلك هذه الأمة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكوا بينهم أي يقولوا سمعنا وطعنا، لأن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، فعقبهم الله جل وأشربوا في قلوبهم العجل لما قالوا سمعنا وعصينا، فأشربت قلوبهم العجل، يعني كانوا يحبون العجل. وكم من عجل للناس يقود الناس إلى غير طاعة الله جل وعلا، وقلوبهم معلقة بهذا العجل. ما هو العجل ده كان عجل في بني إسرائيل، لكن في عجول كثيرة على مر التاريخ الذي يقود الناس إلى الانحراف والخروج عن التوحيد، ويقودهم إلى الهاوية وإلى معصية الله جل وعلا من هذه العجول. إذن قد يعاقب الناس كما عوقب بني إسرائيل. قالوا أن يكون له الملك علينا. ده الكلام ده بيرد على مين؟ ده بيردون على رب العالمين، مش بيردوا هم لا يتعنتون مع النبي فقط، يعني بعض الفصيل يقول هم تعنتوا مع النبي، لا، في الحقيقة هم تعنتوا مع الله جل وعلا. قالوا أن يكون له الملك علينا. كيف يكون له الملك علينا؟
ونحن أحق بالملك منه. إذا هذا معناه إن هم لما كانوا بيسألوا دول ما كانوش بيسألوا بقى ما لم تكن نيتهم فعلا كما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما لو كانت النية قتال في سبيل الله يبقى لما يقول لهم طالوت هو الملك خلاص هنقاتل معهم في سبيل الله. لكن الحقيقة إن هم كانوا بيطلبوا لأنفسهم الملك، لم تكن نيتهم خالصة في سبيل الله. وكم من قائل بلسانه ما لا يعتقده بقلبه. إذن القصة دي قصة القتال في سبيل الله لم تكن حقيقية، لأنه قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إحنا هنا أهل الشرف وأهل الجاه ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة من المال، وحيكون ملك إزاي ده رجل من غبراء الناس، ونحن أهل الأموال لم يؤت سعة من المال. طب هو من صفات الملك أن يكون من قوم معينين مثلا ونحن أحق بالملك منه ولازم يكون عنده مال؟ لا، هذه ليست من صفات الملك. لذلك قال إن الله هنا طبعا لما جابهوه بذلك فعنفهم نبيهم، قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني هو إن الله اصطفاه عليكم اصطفى عليه فضله عليكم لأنكم لستم مثله لا في خلقه ولا في نبله ولا في دينه ولا في إيمانه. هو لم يقل لهم ذلك قبلا، هو قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فسلموا بهذا. فلما اعترضوا عليه فعنفهم نبيهم قال إن الله استعمل إن الله يعني الاصطفاء كان من الله جل وعلا، إن الله اصطفاه عليكم الاصطفاء معنى الاشتباء والاختيار، اختاروا عليكم لأنه فيه من الصفات ما ليس فيكم، في من الإيمان والنبل والشجاعة والقوة والعلم ما ليس فيكم، وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه المؤهلات الحقيقية للملك، وزاده بسطة في العلم والجسم. كان عليما، والملك لابد أن يكون عنده علم حتى يقود الناس ويسوس الناس بالعلم ده. طبعا كان في الزمن الماضي كان الملك والسلطان والحاكم هو اللي بيخطب الجمعة والذي يعلم الناس ويعلمهم الشرع. لأن هذا شيء مهم جدا، لأنه حيلزم الناس بالأحكام، لازم بد أن يكون هو عليما بأحكام الله سبحانه وتعالى حتى يلزم الناس به. أما لا يكون واحد مثلا لا علم له ولا يعرف الوضوء ولا يعرف أحكام الصلاة ويتولى على الناس. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذا ضياء. لما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الحديث عند البخاري في صحيحه، متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال فكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فتضيع الأمانة إيه؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله. قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني كان عليما عنده علم بالشرع والوحي المنزل من السماء، وكان جسيما قوة، ذا قوة جسيما قوة في جسده، وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه أهم مؤهلات الملك الذي تولى عن الناس، أن يكون عنده علم وأن يكون قويا شديد القوة حتى يكون مثالا أمام الناس. أما لما الناس دائما بيختاروا ملوك، الناس الواحد عنده 90 سنة ومحمي وجالس على كرسي، هيعمل إيه ده؟ هو ده هيقود بيته ده؟ طب اللي عنده سبيل الله عليكم، اللي عنده 90 سنة ده واللي فوق 90 سنة، هو ده يستطيع يقود بيته هو؟ ده الواحد مثلا يعني هو عنده 40 سنة بيعاني مع الناس، يعاني مع أولاده، وهو عنده شاب يعني وقوي، ما اللي عنده 90 سنة ده يعني خلاص. فلذلك وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن هذه مؤهلات الملك، أن يكون عليما جسيما ذو قوة ومثال للناس وأنموذج للناس يحاكى به بين الناس، فيكون عند الناس قدوة. والله يؤتي ملكه من يشاء، والمسألة دي ليست لكم، والله يؤتي ملكه من يشاء. قل اللهم مالك الملك، هذه الآية كقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن الملك ده بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن
يشاء. وذلك يؤتي الاتيان سهل، لكن في أخذ الملك ما قالش يأخذ الملك ينزل. الكرسي اللي بيجلس عليه ده هيتركه بالدم إن شاء الله السلام والعافية. وينزع الملك ممن يشاء. فتن، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى. يعني هو اختيارات الله جل وعلا لسعة علم الله سبحانه وتعالى، لأنه واسع عليم، يعلم من يصلح لكم ومن يقوم بأمركم ومن يقودكم إلى عز الدنيا وشرف الآخرة. لذلك قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقصة إلى هنا انتهت القصة، ولم اقتصر القرآن على هذا القدر من إيه؟ من توجيه النبي لهؤلاء. لكن من سلوك هؤلاء اعترضوا ولا لا؟ اعترضوا. إذن القليل ده طلع منه كمان إيه؟ طلع منه كثير من الناس أيضا. واتجهت القصة وقال لهم نبيهم مع هؤلاء أيضا، طيب ليس فقط هكذا، يعني هذا اختيار الله سبحانه وتعالى اللي انتم أولا أنتم سألتم الملك أن يبعث الله ملكا عليكم، والله جل وعلا هو الذي اختار. ثم بين لهم مؤهلات طالوت، ما إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، كان عليما جسيما قويا نبيلا شريفا، والله والملك بيد الله جل وعلا. ثم بين لهم أن هناك حياتي هناك آيات كذلك حصية لكم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هنا فيها يكون، وهذه آية أخرى حسية. وقالوا إن آية ملك، آية الملك الآية في اللغة بمعنى العلامة، إن آية ملك يعني في آية تدل على أن الله، يعني طبعا الكلام كلام نبي، ومع ذلك وكلام النبي مصدق، لأنه لا يتكلم إلا بالوحي منزل من السماء. نعم. ومع ذلك إن آية ملك أي يأتيكم التابوت، التابوت هنا الصندوق. طب الألف واللام هنا للعهد، يعني التابوت التابوت اللي هو كان معهود عندهم. ما هو التابوت هنا؟ ذكر التابوت في موضعين من القرآن، هذا موضع وفي طه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. إذن هل التابوت هو التابوت الظاهر إن هو ده إيه؟ لأن هم كانوا يحافظون على أثار أنبيائهم، يعني كانوا يحافظون على طبعا أثار الأنبياء يتبرك بها بخلاف أثار غير الأنبياء. يعني الصحابة كانوا بتبركوا بإيه؟ كانوا بتبركوا بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وتقع في يد منهم في يدلك بها وجهه وجسده يا الله أكبر، نخامة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني نعم. ولا يسقط منه شيء، مثلا لو حلق شعر يأخذ الشعر ويتبرك، لأن بركة الأنبياء بركة ذاتية، يعني أجسادهم مباركة بخلاف غير الأنبياء. ولذلك لم يتبرك الصحابة بشيء من أثر أبي بكر ولا عمر، تبركوا فقط بأثر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت أثر الأنبياء معظمة طبعا، وهذا يدل على أن الأمة مطالبة بالمحافظة على تراث أنبيائها. فلذلك قال أن يأتيكم التابوت، والظاهر أن التابوت ده أخذوا مين؟ أخذوا أعدائهم حين هجموا على بلادهم فاستلبوا منهم إيه؟ التابوت والألواح التي كانت بأيديهم. فقال له النبي إذن قال لهم إن في آية، وقال له النبي إن آية ملك أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. السكينة طمأنينة يبعثها الله عز وجل في القلوب، والسكينة بتنزل، بس السكينة دي لا تنزل بنفسها، تنزل بها مين؟ الملائكة. فتبث الطمأنينة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها. فأنزل طب السكينة ما تنزلش بنفسها، هتنزل بإيه؟ الملائكة تبثها في قلوبهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا.
إذن حياتكم التابوت فيه سكينة، هتحسوا بطمأنينة سكينة تسكن قلوبكم وجوارحكم في أثناء مجيء التابوت. نعم. وبقية والتابوت ده وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفي بقية في التابوت ده في بعض من آثار موسى، منها إيه؟ لذلك العلماء يقولون فيها العصا وفيها بعض من الألواح. طبعا العصا كان لها شأن، عصا موسى صلى الله عليه وسلم وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. إذن وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طب هم حيرون الملائكة؟ لا، لكن حيرون التابوت يأتي من السماء، جاي من السماء تابوت محمول ما لا يرون، ما تحمله الملائكة، وهم لا، والملائكة مخلوقات نورانية لا يرونها. طبعا بعض الصحابة رأى بعض، لكن هذه تكون كرامة للبعض لكن ليست نمطا عاما. نعم. ولذلك الملائكة لا ترى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإن الملك فإنه يقوم يميني ملك يصلي معه، وأنت لا ترى، تحمله الملائكة. إذن هنا قال لهم إن في آية هتحصل، والتابوت هيأتيكم وفي سكينة، وفي والتابوت ده اللي هم كانوا سلبوه أعدائهم. إذن هنا طبعا السكينة هتحدث ليه؟ اطمأنوا، لأن التابوت ده كان سلبوا منهم أعدائهم وفيه بقية عصا موسى. إذن كل الأمور دي استلبها منهم أعدائهم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه آية من آيات الله جل وعلا، هذه آية حصية. إن كنتم مؤمنين يبقى لابد أن تذعنوا لذلك، خلاص انتهت القصة، لأن هنا مسألة آية حصية مع ذلك. فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص انتهى، إذا أذعن الباقي لهذه الآية، واللي خرج عن هذا يبقى ظهر عورهم وظهر إيه؟ فسقهم وظهر فجورهم في لمخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى. فلما فصل طالوت بالجنود، والفصل معناه نزع شيء من شيء، معناه فلما فصل طالوت بالجنود يبقى خرج من البلد بتاع من البلد التي كان فيها إلى معسكر، المعسكر الذي هيكون فيه الجيش الجنود، والجنود جمع جند، والجند مأخوذ من جندة، والجند الأرض الصلبة الغليظة، لأنه متصور في الجنود أن يكون عندهم من الصلابة ومن القوة ما ليس عند غيرهم. فذلك سموا الجنود إيه؟ الجنود مأخوذ من إيه؟ من الجند، والجند اللي هي إيه؟ الأرض الصلبة الغليظة قوية، لأنه متصور في الجنود هذا. فلما فصل طالوت بالجنود، طبعا طالوت يعلم أنه مقبل على مهمة كبيرة جدا، والمهمة حيقاتل ملك، هيقاتل جنود جالوت، وجالوت وحده كان له سمعة وحده في القتال، ومعه جيوش مجيشة، فأراد أن يتأكد ممن معه قبل الدخول في المعركة، وحتى يتميز ليميز الله الخبيثة من الطيب. لازم الاختبار أولا، لأن إذا حدثت المعركة وفي الصفوف ما ليس منهم هيحدث إيه؟ هيخلخلوا الصف كله. فلذلك أراد جالوت طالوت، وهذا من حصافته، رجل حصيف المعي، قال إن الله مبتليكم، مش المسألة أيضا هنا مسألة مش من طالوت، ده الاختبار ده من الله، إن الله مبتليكم بنهر. وطالما في نهر يبقى معناه أنهم كانوا على حالة إيه؟ على حالة من العطش ومن الظمأ شديد، مش هيبتليهم بنهر إلا إذا كانوا على حالة محتاجين فيها إلى أن يشربوا من الماء جدا، وهو ده الاختبار، هل سيصبرون؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، مش هيجي معايا خلاص يا رجل، هم على عطش، ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم خفف الله عنهم إلا من اغترف غرفة بيده، فقط غرفة واحدة بيده، غرفة اللي هي بيده هكذا لكي يستبقي بها الحياة. ولماذا اختبرهم بهذا الاختبار؟ لأن هو المسألة ممكن يعني في الحروب بتحدث مواقف
ممكن يحاصروا حصارا شديدا جدا ولا يجد احدهم انه لا بد يكون عندهم صبر. الصحابه لما كان كل واحد منهم في بعض غزوات كان معه تمره فكان يمصها ثم لا ياكلها لكن فقط يمصها كي يستبقي بها الحياه. فلذلك اختبارهم بهذا الاختبار. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله الا من اقترف غرفه بيدي قال من اقترف بهذه الغرفه رويا ومن شرب منه لم يروى لم يروي ببركه طاعتهم. يعني هي الغرفه الواحده هذه كانت هتكفيها. واصل البركه مش ليست بالكثره ولا نحو ذلك. قال من اقترف منه غرفه رويا ومن شرب منه لم يروي مهما شرب. بشؤم المعصيه. إذن هنا خفف الله عز وجل عنهم. إذن الاختبار ده كان حتى يرى صلابتهم وقوتهم في قتال أعدائهم. والمسألة مش بكثرة لأن الكثرة الغلبة والظفر بإذن الله كما سيأتي. ما الذي حدث؟ شوف القليل اللي كانوا إيه؟ احنا الأول إيه؟ تولوا إلا قليلا منهم وبعدين لما فرض عليهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك عليهم نحن الحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. وبعد ذلك تولى بعضهم وهنا كذلك فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا الله أكبر. شوف التمحيص. شوف التمحيص القليل القليل ده. فلما فشربوا منه إلا قليلا يبقى أغلب الناس عملت إيه؟ شربت. دي كانوا طالعين مع طالوت وخرجوا معاه المعسكر. مش كده؟ خرجوا معاه المعسكر واللي هم أذعنوا لطالوت لكن اختبارهم اختبار آخر فرجعوا منه. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه ما جاوزه يبقى فلما جاوزه هو والذين امنوا معه يبقى كانوا كلهم ايه؟ كانوا كلهم مؤمنين. خلاصه فلما جاوزه هو والذين امنوا معه. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يروي في صحيحه عن البراء رضي الله عنه كنا نحدث ان عده اصحاب بدر كانوا على عده اصحاب طالوت بضعة عشر وثلاثمائة. احنا كانوا عدد أصحاب بدر كانوا حوالي 314. شوف الكلمة يعني معنى كده انهم كانوا آلاف. الصفاء الاختبارات حتى وصلوا إليه. وهم دول فقط اللي كانوا مؤمنين اللي هم الخلاصة التي آمنت. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. قالوا لما نظروا إلى جالوت وجلوت معاه جلوت لوحده كما قيل كان هو ممكن يهزم جماعات لوحده. جلوت ومعاه جنود ألوف مؤلفة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوت وجنوده. نعمل ايه؟ نحن هم عملوا ايه؟ هم نظروا فقط الى الاشياء الحسية. ايه الحسية؟ ان عدتهم 314 مثلا والباقي الاف وجالوت وسمعه جالوت تسبقه. قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنعمل ايه مع الالوف المؤلفه دي؟ هو اللي حصل ان هم ايه؟ اللي حصل ان هم الرؤيه واحده ولا لا؟ مش كده؟ لكن اختلف ما في القلوب. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وطبعا الناس متفاوتون في الايمان. والله جل وعلا بيجعل بين المؤمنين دعائم تثبيت من بعضهم لتفاوت ما في قلوب المؤمنين من الايمان. كلهم مؤمنون لكن متفاوتون. فالمرأة واحده لكن اختلف ما في القلوب. البعض نظر إلى الأسباب الحسية ولم ينظر إلى جناب الله جل وعلا وإلى رعاية الله جل وعلا. وإن بأن كما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد يأوي إلى جناب الله عز وجل. فالبعض من بسبب العجلة وبسبب ضعف بعض الإيمان نظروا إلى الكسوة نظروا الأسباب الحسية فطردوا الموضوع. أما الباقي اللي هم شافوا مثلهم
لكن قلوبهم كانت مفعمة بالإيمان. قال الذين يظنون أنهم لا يظنون ظن المعنى هنا إيه؟ معنى اليقين، يتيقن في الله. هنا بقى الحسابات كانت، هنا حسابات هؤلاء كان فيهم رب العالمين خلاص، والغلبة بإذن الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، والنصر لا بعدد ولا عتاد، النصر لا يتوقف على عدد ولا عتاد أبدا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن الغلبة بإذن الله، مش بالعدد ولا العتاد ولا الكثرة، بإذن الله. والله مع الصابرين، وإذا صبرتم فالله معكم. المعية هنا إيه؟ معية، معية خاصة بالنصر والرعاية والتسديد والهداية، هتنزل الملائكة. والله مع الصابرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد إيه؟ لكم النصر ما صبرتوا، فلم يصبروا، فحدث ما حدث. والله مع الصابرين، سكنت قلوب الناس اطمأنوا، وثبت الله عز وجل القلوب بهؤلاء، بهذه الفئة التي يعني كانت يعني تتيقن لقاء الله جل وعلا. وبدأت إيه؟ وبدأت المعركة. ولما برزوا لجالوت وجنوده، فحتبدأ المعركة الآن. ماذا فعلوا؟ خلاص الحمد لله القلوب أفعمت بالإيمان، والتذكير ده أزال هذا الخاطر الشيطاني، وتوكل الناس على الله جل وعلا، وعظمت ثقتهم بالله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أدعوا الله جل وعلا. وتدلك على أن الدعاء من أعظم أسباب النصر، الدعاء لا سيما عند المهمات وعند الشدائد. ففي المحنة دي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، كانوا محتاجين صبر، مش صبرا، أفرغ علينا صبرا. الإفراغ يعني إيه؟ معناه صب ما في الإناء، فأفرغه، فأفرغ علينا صبرا. إذا سألوا الله جل وعلا أن يفرغ، أن يملأ قلوبهم بالصبر. أفرغ علينا صبرا، وطالما أفرغ قلوبهم في الصبر وثبت أقدامنا، يبقى القلوب إيه؟ يبقى الأقدام هتعمل إيه؟ تثبت، مش هتفر. وثبت أقدامنا، وطالما الأقدام ثبتت يبقى إن شاء الله هيكون النص، وانصرنا على قوم الكافرين. وذكر الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا 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 لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. أنا عارف أن طولنا، بس القصة مش عارف عن فيها إيه. إذن دعوا الله جل وعلا، ودعوا بلفظ ربوبية، وتعلم دايما تدعو ربنا بهذا اللفظ، لأن لم يقولوا يا الله، لأن لفظ ربوبية هو المناسب للدعاء. ولذلك غالب أدعية الأنبياء قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم، فكما ربيتنا بصنوف النعم فتولنا وتعهدنا وانصرنا على هؤلاء. فتعلم أن الدعاء بلفظ ربوبية من أسباب إجابة الدعاء. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم الرجل الذي كان يطول الصف يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يبقى كان في موانع أخرى، لكن هو كان عنده إيه؟ أسباب الإجابة، لكن من منعوا الحرام فهزموهم بإذن الله. الله أكبر، قل المؤمن هذه. والكلام ده تعليم للأمة دي، إن النصر لا يكون بعدد ولا عتاد. فهزموهم بإذن الله، بإذن الله الغلبة والظفر تكون بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. والهزيمة معناها إيه؟ شوف أنت، الفرار من القتال أحد حاجتين، إما أنه يفر متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، يعني بيناور، بيعمل مناورة، يبقى بيكر حتى بيفر حتى يكر، يبقى ده ليس مهزوما. لكن لما يفر بلا كر يبقى هذه هزيمة. إذا معناه أن الجنود اللي حول جالوت فروا بالرعب الذي أنزله الله عز وجل في قلوبهم، فهزموهم بإذن الله. وطبعا وقتل داود جالوت، والصناديد منهم لابد أن يقتلوا. فقتل داود، وقتل داود جالوت، كبير ده الرجل الجسيم، قتلوا داود. وآتاه الله الملك والحكمة، ودي كانت بداية الظهور لنبي الله داود صلى الله عليه وسلم.
وكان فتى. فكانت بدايه الظهور لدول انه قتل ايه جالوت، فطالوت تنازلوا عن الملك، ويبدو انهم الذي قال له ان اللي هيقتل جالوت هو اللي هيكون الملك، لانه واتاه الله الملك والحكمه. والحكمه بمعنى النبوه. نعم. اذا داود كان في وسط ايه، في وسط القله دي، وهو وهيبعث. ويبدو انه قبل ذلك لم يكن ايه، لكن نبيا، لكن هو ظهر. دي كانت بداية ايه، كانت بداية ظهور لداود صلوات الله وسلامه. نعم. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وطبعا داود كان بيحب الجهاد، ولذلك كان يحب ايه، بيحب آلات القتال جدا. أحب الدروع ولا لا؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هو كان شغوفا بالقتال، فلما أحب الدروع كما قال جل وعلا ولقد اتينا بعد كده ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والنا له الحديد. يعني يمسك الحديد، فالحديد يليل له شكله هو، كما الان الله، كما اذاب الله جل وعلا لابن سليمان ايه النحاس كده. نعم. والنا له الحديد، ان اعمل سابغات للدروع، السابغات هذه، وقدر في الصرد، يعني المسمار اللي تضعه في مكانه، علمه الله جل وعلا صناعة الدروع، كيف تصنع الدروع الحديدية. وقدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. إذا علمه ما يشاء، علمه الله جل وعلا صناعة الدروع، لأنه كان شغوفا بالقتال وكان نبيا. وداود عليه السلام كما ثبت عند البخاري في صحيحه، خفف عليه تلاوة القرآن، فكان يتلو الزبور وهم بيسرقوا له الفرس ينتهي من الزبور. خفف على داود تلاوة القرآن، فكان إذا سرج له فرسه انتهى من تلاوة الزبور. عن بكر تاني خفف عليه، صلى الله جل وعلا خفف علينا وعليكم تلاوة القرآن. نعم. كما خففوا على داود عليه السلام وعلمه مما يشاء. والختام، ختام القصة، قل المؤمنة دي حتى لا تنظروا إلى كثرة أعدائكم، ولكن انظروا إلى ما في قلوبكم من الإيمان. فإن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولولا الختام الأخير للقصة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله دفع بهذه القلة المؤمنة التي فيها داود وطالوت والعصبة المؤمنة، دفع عن بني إسرائيل هؤلاء، كانت الأرض فسدت، وكان استولوا على نساء بني إسرائيل وكتبوا مصائب. إذن ولولا دفع، إذن من سنن الله جل وعلا، سنن إيه؟ التدافع. ولولا دفع الله الناس، لولا أن الله يدفع الأشرار بالأخيار، لولا أن الله يدفع المفسدين بالمصلحين لفسدت الأرض. إذن التدافع اللي موجود في الأرض ده، دي سنة من سنن الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض. كيف تفسد الأرض؟ بغلبة أهل الباطل عليها، وغلبة الظلم والفساد عليها. ولكن الله ذو فضل على العالمين، فقيد منهم فئة مؤمنة يدفع بها. وهذه الآية كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني لو تركتم الجهاد في سبيل الله لحيستولى هؤلاء على مقدساتكم وعلى حرماتكم. نعم. إذن هنا الدفع دي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، تدافع ده بين الأهل، بين الحق وأهل الباطل. ولكن الله ذو فضل على العالمين، ذلك شرع لهم الجهاد في سبيل الله. تلك آيات الله التي سمعتموها، هذه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يعني نتلو، والتلاوة بمعنى المتابعة، يعني يتبع بعضها بعضا. ولذلك سميت التلاوة تلاوة، لأنه يتبع الآيات بعضها بعض. والقمر إذا تلاه، نتلوها عليك بالحق، ليس فيها باطل أبدا. والآيات دي آيات إيه؟ آيات كلام الله جل وعلا. وإنك لمن المرسلين. هو كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم هذا الخبر. إذا لم يخبرهم هذه الأخبار، وإنك، شوف هنا التأكيد بإن، واللام اللي داخل على الخبر، وإنك لمن المرسلين، تعقيم على بني إسرائيل في، وذلك توبيخ لبني إسرائيل كيف رفضوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.